صباح الورد عليكم، اخباركم ايه؟ جايه النهارده اعمل معاكم فيديو لمنظمات الدرك، بس من علب كرتون بسكوت دايجستيف او اي كرتون انتوا عاوزينه حسب الحجم او حسب المقاس الحاجات اللي هتحطوها فيه. انا عندي هنا 4 كراتين بسكوت دايجستيف، هحاول ان انا استغلهم. طبعا العلب بتتفتح من ورا ومن قدام، احنا هنرجع نعمل كده. لو عندك ورقة كرتون مقوى كمان هتنفع معاكي. ده تغييرة بسيطة، هسيبها على ما تتماسك. الجنب التاني مش فاكك، بس برضو هحط لها غيرها علشان يبقى اقوى من كده شوية. ممكن كمان نقص قطعة الكرتون. زي ما انتوا شايفين كده هنسيبها تنشف معايا. دي كمان ملهاش كرتون من هنا، هحط لها قطعة كرتون. الفكرة سهلة جدا وبسيطة جدا. برضو هسيبها تنشف، انا معايا هنا 2 ناشفين هنشتغل فيهم. هنقص ورق من ده علشان اغلف بيه الجوانب الداخلية. طيب اديني من جوه الغيرة. عايزه تحطي لزقه عادي زي ما تحبي، بس الغيره بتديكي طبقه سميكه اكتر على الحاجه وبتخليها اقوى من اللزق العادي. هاتي اول واحده، هعمل الجنبين كمان. الورق ده هتلاقيه في المكتبات بمنتهى السهولة على فكرة. ناخد الجنب التاني كمان. بصوا حتى حاسة انها تقلب في ايدي شوية كمان. متلاقوش الزيادات دي هتتقص، بس الورق يتماسك بس شوية الأول. كده معايا اول واحده اتغلفت من ال3 جوانب، وهقص لها كمان حتتين للجناب من جوه وهرجع لكم.
كده انا خلصت الاربع علب اللي معايا، كلهم اتغلفوا من جوه زي ما انتوا شايفين، بس هسيبهم ينشفوا خالص علشان بعد ما ينشفوا اقدر اقص الزوايا دي، وبعد كده هنكمل الخطة بتاعتنا. بعد ما الحاجات نشفت معانا، الورق اللي احنا لزقناه ده قصيته من الحروف وسويته، هلحم الاتنين في بعض علشان انا عاوزة اعمل التربو اتنين في بعض او اتنين جنب بعض. برضو بالغيرة، لان زي ما قلت لكم الغيرة اكتر مادة بتنشف الورق. شايفين البتاع بقى عامل ازاي، مع ان الكراتين دي خفيفة مش تقيلة، بس الغيرة هو اللي تقلها مع الورق اللي جواه. طبعا برضو هنقفل عليهم بالمشابك علشان نضمن التصاق اقوى وما يفكوش من بعض. الاتنين التانيين برضو هعملهم مع بعض. هعمل الاتنين التانيين واسيب دول ينشفوا وهرجع لكم بعد ما ينشفوا. انا عملت العلبتين على مقاس الدرج اللي عندي. ليه ما عملتهمش اربعة؟ علشان لو حبيت ارفعهم لفوق ما يبقاش تقال ويقطعوا الكرتون، فهو كفاية قوي اتنين، باقي اتنين مكانين عينتين وعينتين. طلعت الحاجات اللي كانت مكركبة الدرج زي ما انتوا شايفين، بلاوي متلتلة وكلها متفحكشة في الأدراج وما ببقاش عارفة في ايه فين، فهبدأ أنظم معاكم فيهم كده واحدة واحدة. الأول عندي الحاجات بتاعت الحلويات، واحدة ورقات، تقدري تحطي فواصل كرتون كده مثلا، عايزة تغلفيها غلفيها بس دي ضيقة شوية. ممكن تغلفي الفواصل لو حبيتي، و بتاعت الشاي دي هنا معايا ليستكس، معايا سكاكين كتير طويلة دي مش هندفع فيها. حاولي تخلي وحدات تبقي عارفة الدرج فيه ايه. دي قطعت اجبان شيدر والفلامنكو والكلام ده، مقاول، ودي المباشر بتاعت اللي هي القشرات بتاعت البطاطس، دي برضو قشرة البطاطس. عندك العدد بنزات
أشياء من هذا القبيل يعني، المفكات والحاجات دي، مقصات خليهم معاهم، أو خلي المقصات لوحدها هنا، ده كبير بس أعمله مش لازم أحطه، سكينة كمان، دي بتاعة الكفتة والهمبرجر، لا الهمبرجر. بتاعة ليمون، دول بتوع مضرب، دول بقى عايزين مكان كبير شوية، بس هحاول دي اللي بقى أقطع بيها الجزر والبطاطس اللي هي الوينجز، أقطع التفاح، أقطع البيض، كل القطعات دي لوحدها زي ما هي كده في علبة لوحدها، هنحطها في دول تاني، ودي بتاعة الفلتر، الفلتر. يلا نروح على الدرج نشوف القطعات أو المنظمات اللي احنا عاملينها بإيدينا هيبقى شكلها ايه جوه الدرج. يلا بينا. ده شكل المنظم بعد ما رصيناه في الدرج. الحاجات دي كانت مالية لي درجين وما كنتش بعرف افتح الأدراج منها، اي بقت في درج بحاله اهي، وكمان في مكان في النص هقدر احط فيه ده، والسكينه اللي ما كنتش لاقي لها مكان، وبتاعه الفلتر، وقطعت البيض، وقطعت التفاح، وممكن اي حاجه تانية معايا كمان، دي بتاعه الستكس، دي بتاعه السنين، بس ساعات بستعملها في تربيط لحوم او حاجه بخليها هنا. وادي منظم الادراج بتاعنا اتعمل بمنتهى السهوله وباقل الامكانيات، ولا نقطع في ازاز ونوجع ايدينا، ولا نروح نشتري منظمات ب 20 25 جنيه، حاجه بسيطه من علب بسكوت فاضيه. تقدري تعملي المقاس اللي انت عاوزاه على قد مقاس الدرج بتاعك. انا لو جبت 2 كمان بسكوت دايجستيف هبقى اعمل كمان منظم معاهم، وماشيين مع لون المطبخ اهو. ومبروك عليا. متنسوش لو عجبكم الفيديو يا ريت اللايك والسبسكرايب والكومنت اللطيف. نهاركم ورد، نهاركم فل، نهاركم الدرج تقيل، لا كده كتير، اي ما تكسفونيش، يبقى دول ما لهمش مكان، خليهم بره، كسفتوني قدام الناس. ادي الدرج بتاعنا، حصل خير وخلص على خير الحمد لله. يومكم زي الورد ونهاركم كله سعاده.